يقول: ما حكم الصلاة خلف إمام حليق اللحية ومسبل؟ أول شيء لا يجوز تنصيب إمام ظاهرة عليه المعصية، لا يجوز أن يجعل إماما راتبا في مسجد من يجاهر بالمعصية كحلق اللحية أو الإسبال في الثياب أو شرب الدخان، لأن الإمام قدوة فيختار أحسن الموجودين. أما إذا جئت والناس يصلون خلف إمام لك عليه ملاحظة، يصلون خلف إمام لك عليه ملاحظة، فصلي معهم ولا تترك الجماعة، صلي معهم، وإذا صليت فإنك تناصح الإمام، تبين له الخطأ الذي يلاحظ عليه.